مظلوم ولي وليد وديك تراني اضيق وفيك قلب خيام خيام الغوم وطلبت بالحنون ما اسمع لي يا معصوم اي نقول وضع الرسول يا عمر نقول وضع الرسول يا عمر انا ارب الكون وحل المر الليل علي يا ليل تهل اصنام الى ضمار تهل اصنام الى ضمار او كزل ازلا فكل غمار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المشاهدون الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو ألا نكون قد أثقلنا عليكم بكثرة الحديث ولكن أظن أن هذا الحديث من الأحاديث التي تمتع المتلقي وتزيد معرفة بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم خاصة بهذه الأمور غير الشائعة يعني المديح فيه أشياء كثيرة شائعة لكن وقفاتنا في هذه الحلقات في هذا الشهر المبارك عند الأشياء غير المشهورة دخل علينا المقطع الشيخ والصالح نقول وضع الرسول يا مار ونارب الكون وحل المار تهل أصنام لا ضمار كذا الأزلام وكل قمار الأصنام سمعنا بها يعني سمعنا باللاتة والعزة ومناة الثالثة الأخرى وسمعنا هبل لكن في بعض الأصنام ما سمعنا عنها زي ضمار ذكروا الشيخ صالح الأمين أو الصالح ده نشوف أصلا يعني حكايته شنو نحن قلنا المشهور من أصنام الجاهلية والمعروف عندنا هبل اللي هو ده كان في مكة من أقدم أصنامهم واللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى دي المذكورة في القرآن عندهم سواع في بلدة اسمها رهاط وعندهم ود في دومة الجندل وعندهم يغوث في جرش في الجنوب ويعوق بمنطقة همذان ونسر بأرض حمير وديل المذكور في ديل المذكورات في ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر ديل المذكورة في القرآن في نائلة وإسافة ديل كانوا عند بئر زمزم وعندهم قصة مشهورة قالوا أصلا نائلة وإسافة ديل كان يعني رجلا وامرأة أحدث حدثا قبيحا في الكعبة هذا الرجل وقع على هذه المرأة يعني الله يكرمكم زنا بها فمسخا حجرا أو مسخا حجرين فالناس ديل على غباهم يعبدوا الحجرين ديل رغم القصة السخيفة الوردت في حقهم فنائلة وإسافة في العزة في نخلة وبعدين في اللات دي من آلهة أو من أصنام الطائف ثم منات حقة الأوس والخزرج دي الأصنام المشهورة حقته وذكر في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح مكة وجد حول الكعبة حوالي 360 صنم فكان يحمل محجنا في يده يشير به لهذه الأصنام وكان التطيح بمجرد ما يشير إليها وده ذكرناه قبل كده قلنا شيخ خالد حليب قال ليلة في فتوح مكة العدول تبعوك وكم جنزر عزازا كانوا فيها ملوك هديت الصنم أصبح درين مدعوك وفرزحت الرجال شاردين علم سنبوك فهديت الصنم أصبح درين مدعوك مدرو مد يعني اندرن واندعك وبقى على وجه الواطة شيخ ودب كساوي يقول أحمد المختار البشير من وضع خر ساجد مشير أو منير الهبل واللات الكبير بل إلى الآن نهرهم يغير نهرهم غاير إلى الآن لأنه من الوقت ده خلاص ثم يذكر الشريف يوسف الهندي مجموعة منها يقول وزينت مكة لطائفين به وصفقت طيبة من طيبه طرب وناحت اللات والعزى وعابدها وصوت الجبت والطاغوت فانتحبا بكيا على حالهما الأصنام النادرة الذكر في المديح زي ما ذكر ود بشريعة اللي هم يعوق ونسر وود وغيره ود بشريعة قال جبر نعم جبر لأمة الكسرة
يغوث ويعوق ونسرة هدت واللعين كسرة وفارس ماتوا بالحسرة. فذكر يغوث ويعوق ونسر ذكرهم ما هو كثير في المديح. ذكرهم أيضا والصالح أبدينا قويما للمعوجات بطل لديان الناس يعوق ونسر عاب عطل يعوق ونسر جابهم زي ما جابهم ود بشريعة. فيعوق ونسر وود وسواع ذين ما قاعدين يردوا كثير. مع ذلك يعني هم يعني هذه الأصنام تعد من شوارد والصالح ومن شوارد ود بشريعة. نايلة وإسافة وضمار بنرجع نشوف خبرهم شنو بعد ما نسمع شهاب والمجموعة في مقطع إن شاء الله. أصبح الدور ما أصبح الدور صصصنا القصور ما لا واستمر سهرهم. نعم ده شيخ حياتي أصبحت دورهم صفصفا قاعا والعجب نهرهم دكت الأصنام وانقصم ظهرهم والقصور مالا واستمر سهرهم. فالشاهد دكت الأصنام في حديثنا نحن نتكلم عن الأصنام. أما نائلة وإسافة فقلنا موضعهم عند بير زمزم وذيل في موضعهم ده أراد عبد المطلب أن يذبح عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعته قريش ويعني قدمت فدية أو فدية بمئة ناقة كوماء في الخبر المشهور عن والد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل. فديل الصنمين اللي هم نايلة وإسافة ذكروا مودة بشريعة قال أعدم نايلة وإسافة والإيوان غير مسافة. يعني في زمن وجيز أنهى خبر نايلة وإسافة وأنهى خبر إيوان كسرى كما هو معلوم. والصالح قال أزال الملة المائلة شعار إسافة ونايلة. برضو والصالح من المداح العلماء اتفق مع مودة بشريعة في ذكر هذه الأصنام ما مشهورة عند المادحين. يمكن أكثر المداح يذكروا هبل ويذكروا اللات والعزة لأنهم مشهورين. أما ضمار أو ضمار بتشديد الميم أو بتخفيف الميم ذكروا وصالح قال زي ما شفنا في أول كلامنا تهى الأصنام لا ضمار. تهى الأصنام لا ضمار يعني نهى هذه الأصنام إلى ضمار. واستعد قال كلام ضمار والغلماني وعين قتادة النعماني فذكر أيضا ضمار. والدبشريعة قال كلام عفور والصيدة ضمار والضب والبيدة في الحال تنزوي رويدة لكونه سيدا سيدا. ده الحديث هذا ضمار كان صنما من أصنام الجاهلية لمرداس والد الصحابي المشهور العباس بن مرداس. يعني كان أبو العباس ده اللي هو مرداس كان سادنا لهذا الصنم اللي اسمه ضمار وقال لي وصى ولده ده بأنه يعني يعبد هذا الصنم. فقيل إن العباس سمع من جوف هذا الصنم يعني شعرا يقول قل للقبائل من سليم كلها أوضى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم في قريش مهتدي أوضى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. فلما سمع الكلام ده قالوا حرق الصنم حقه ده ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. كان شاعرا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أجازه المكافأة البسيطة اللي بدوها للمداح دي يعني مشروعيتها في مكافأة الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس ابن مرداس لما قال لهم أقطعوا عني لسانه. نسمع حبيب البر كاملة من محمد جاد الله والمجموعة ثم نختم حديثنا إن شاء الله. لمتين يا حبيب البر في سراكم حبيبي وبر ولمتين يا حبيب البر في سراكم حبيبي وبر هيا لمتين يا حبيب البر
راكم حبيبي غبر علمتين يا حبيب البر في سراكم حبيبي غبر كبير ندعوك يا أكبر وعلت أعلم بحالنا أخبر في سراكم حبيبي غبر عادان الدهر وادبر ولا كواتب ولا دابر في سراكم حبيبي غبر علمتين يا حبيب المر في سراكم حبيبي غبر كسرنا فيه يا جبار واقعين بالرسول يجبر سراكم حبيبي غبر نشوف الروضة والمنبر بريغا ونكرف العنبر في سراكم حبيبي غبر علمتين يا حبيب البر في سراكم حبيبي غبر للشرف ولدامان ونمكوز أبان وأمان في سراكم حبيبي غبر نطامن ونطمن من الطامة ومن طامن في سراكم حبيبي غبر علمتين يا حبيب البر في سراكم حبيبي غبر نمدح افضل الاغبار سقوط الحجر وسد عمار سراكم حبيبي غبر عين بينا الله يا الأمار عين بينا الله يا الأمار أو بصوتين يشبه المزمار أين نقول وضع الرسول يا عمر نقول وضع الرسول يا عمر أنا أربى الكون وحل المر الليل الليل تهل أصنام لا ضمار تهل أصنام لا ضمار أو كزل أزلا فكل قمار نقول وضع الرسول يا عمر نقول وضع الرسول يا عمر أنا أربى الكون وحل المر الليل الليل تهل أصنام لا ضمار تهل أصنام لا ضمار أو كزل أزلام وكل قمار الليل علمتين يا حبيب البر في سراكم أي رب أكرموها الزمان أي رب أكرموها الزمان وعصموا عمره ما كالزمان الليل علمتين والصدغة تماشى الزمان والصدغة تماشى الزمان لليام بحبه معزم في سراكم حبيبي غبر علمتين يا حبيب أي من آيو البلا حبسا من آيو البلا حبسا يا أبي زهرة ولا لبسا يا ليل يا ليل
خضار العود من آلي أبسام، خضار العود من آلي أبسام، ضي العود جون في الكوب سام، في سراكم حبيبي أوبر لم يا حبيب البر، في سراكم حبيبي أوبر أي نبينا المصطفى المنسوب، نبينا المصطفى المنسوب، يا قريش هاشم يا حسوب، الليل علي علي مكينا على أصلي طول ورسوم، مكينا على أصلي طول ورسوم، وتاج الرسل وليا عسوم، ليلي لولي علي لم تهل يا حبيب البر سراكم، أي نايرة محييه طلغان، نايرة محييه طلغان، أي وعظيم خلق زاله خلغان، الليل علي علي ونال الغاية البالغة، ونال الغاية البالغة، بديها تهاب حين تلقى لم تهين يا حبيب البر سراكم، ليلة ليلة طبيعته مخشنا، ليلة طبيعته مخشنا، ولا زوشنا ما بيعشنا، الليل علي علي غوله فصلي مشيشنا، غوله فصلي مشيشنا، أو نظيره يا عمينا يطريشنا، لم تهن يا حبيب أي بريرك طيبة لاح يضريب، بريرك طيبة لاح يضريب، يا ولي ما مشغول بها يا دريب، الليل علي علي قال له قوم يا خان نسريب، قال له قوم يا خان نسريب، دعم مكة أو حماية أسريب، سراكم حبيب غبر لم تين يا حبيب البر ليلة صل مولاي بعدي زر، صل مولاي بعدي زر، أي على الهادي البشير والزر، الليل علي علي بها والصالح أكفو حزر، بها والصالح أكفو حزر، من شر لا يخاف ولا يا أحزر، سراكم حبيب غبر يا حبيب البر، في سراكم حبيب غبر صلى الله صلى الله وسلم على حبيبنا الممدوح في التبيان والممدوح بكل لسان، قال بها والصالح أكفو حذر، نسأل الله سبحانه وتعالى يكفي ذريته وأن يكفينا كل ما نحذر. مكين الأصل طول ورسوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكين الأصل طول عرض، طول ورسوب، طول في الطول والعرض كان مكينا، إذا كان في الكرم المحتد وكرم السلالة وكرم النسب وكرم الأخلاق وكرم التاريخ وكله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكينا فيه صلى الله عليه وسلم. قال هو تاج الرسل واليعسوب، واليعسوب ده هو المقدم والإمام والقائد، يعسوب القوم هو قائدهم ومقدمهم، أرد ربه أدب وهذب وسط قامته ما شذب. نحن عندنا شذب الأشجار إذا قطع منها الزوائد زي التهذيب نفسه، لكن التجذيب هنا في يقول فلان يعني طويل طويل مشذب، يعني إذا كان طويلا طولا مبالغا فيه،
سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان قامته ربعة بين القصر وبين الطول، ما هو القصير الذي تقتحمه العين ولا هو الطويل البائن المشذب. فلذلك قال ما شذب، يعني ما طول قامته، جعلها وسيطة. ثم بلغة ظريفة وبسيطة يقول لين طبيعته مي خشنة، كان صلى الله عليه وسلم لين العريكة، كان لين الجانب، لين طبيعته مي خشنة ولذشينا ما بشنا. إذا جاءه زول يعني سيء شين كلامه كعب، كان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان. فلذلك هو مع ناس الشنة ما بشنا، ناس الأخلاقهم شينا ما بشنا معهم. قوله فصل مو ششنا، في حناك في حديث سيدنا علي، في حديث هند بن أبي هالة، وفي حديث أم معبد، يعني حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا كان كخرزات يتساقطن، زي حبات العقد البقع عن تج كلامه، لا هو هزر ولا هو نزر، ما هو قليل مخل ولا هو كثير مسهب وممل، كان يتكلم على قدر الحاجة صلى الله عليه وسلم. فقوله فصل مو ششنة، الششنة دي يقول لك كده اعمل لها ششنة، ضربها كده كده، الششنة ما مضبوطة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حديثه منضبطا ومضبوطا. مثله يعمينا ويطرشنا، وده من أثاليب التراث حقتنا، ما سمعنا الحقيقة يعمينا ويطرشنا، ما سمعنا بزي الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعدين قال بديهة تهاب حين تلقى، حين تلقى إذا يعني لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم تهابه بديهة. لذلك الأعرابي لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرتجف، فالرسول بدأ يسكن روعه يقول له يا أخي أنا إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، مرة بتأكل اللحم المجفف ده اللي بنسميه الشرموط ده العادي عندنا. نعم، والشريف يوسف الهندي رحمه الله يقول كل من رآه بديهة يشهد بما أعطاه رب الكائنات وأكرمه. بعدين يقول من آية بلا حبسة أبي الزهراء ولا لبسة إخضار العود من اليبسة وضي العرجون في الكبسة. ضي العرجون في الكبسة ده العرجون اللي اداه لقتادة ابن النعمان، كان طالع منه في ليلة مطيرة ظلماء وشكل الظلام، فاداه عرجون حق نخل أضاء له حتى وصل إلى بيته. فصلى الله وسلم على صاحب المعجزات، وصلى الله عليه وسلم الذي نهى أديان الجاهلية وبدد ظلام الشرك وأورث الدنيا هذا النور وهذا الضياء. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، وإلى أن ألقاكم في شوارد أخرى أترككم في حفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالمظلوم ليه وليه ادوتي.